اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في نهج البلاغة أن الإمام علي عليه السلام كتب إلى عامله مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه لما ولاه مصر العهد العظيم والكبير، يعلمه أصول التعامل مع الرعية. معظم العهد فيه أصول كبيرة يستفيد منها الوالي كيف يتعامل مع رعيته، قائلاً له: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحببت وكرهت. الإمام صلوات الله عليه يقول لواليه: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك، يعني أرسلتك إلى بلاد قد جرت عليها، يعني قد مضت عليها دول قبلك من عدل وجور، أي كانت فيها حكومات تتصف بالعدالة وحكومات تتصف بالجور. الجور يعني الظلم. وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. الإمام صلوات الله عليه يقول لمالك: أنت كنت تنتقد الحكام والولاة لهذه البلاد، فكما كنت تنتقد وتقبح قبائحهم وتحسن محاسنهم، كذلك سيقولون الناس فيك ما كنت تقول في الولاة قبلك. الخلاصة أنه يا مالك اعمل جيدا حتى يقول الناس فيك خيرا. وعدنا أيضا موجود في نهج البلاغة الكثير من الأمور التي تخص الولاة، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، كذلك كما كنت تقول سيقولون فيك، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم
على ألسن عبادي. شنو يعني؟ يعني وإنما يشار، يستدل يشار على الصالحين، يعني على الولاة الصالحين. يعني الناس تميز الصالحين من الطالحين، كما تعلم أن في الولاة هناك غث وهناك سمين، صالح وطالح. كيف يستدل على الوالي الصالح؟ كيف يشار على الوالي الصالح؟ وإنما يستدل، تصير العبارة يعني، وإنما يستدل على الولاة الصالحين، على المسؤولين الصالحين، بما يجري الله لهم على ألسن عباده. أكو أكثر من رأي للشراح في نهج البلاغة لما يمرون على هذه العبارة. منهم من يقول أنه إذا رضت الطبقة العامة مال الناس على الوالي فهذا خوش والي. عامة الناس إذا قالت الوالي الفلاني جيد فهذا خوش والي. أكو رأي آخر بعد أدق، يقولون إذا رضت الطبقة المستضعفة، الحفاة، العراة، الجائعين، المستضعفين على الوالي فهذا دليل على صلاحه. وقلت لك البعض يقول عامة الناس، وفعلا لأنه مدح الناس لأي إنسان هذا دليل على صلاحه. وإنما يستدل على الصالحين، يعني يشار على الولاة الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك، لاحظ كيف يوصي العامل، وليتعلم الحكام من الإمام علي عليه السلام أصول الحكم، وشلون كان الإمام بأبي وأمي يرسل الناس من عماله ويعلمهم أصول التعامل مع الرعية. الإمام يقول لعامله فليكن أحب الذخائر إليك، ذخيرة العمل الصالح، باعتبار أن الملوك والسلاطين والزعماء ذخائرهم المجوهرات والذهب والفضة وما شاكل، النفائس من الأمور. بينما الإمام صلوات الله عليه بأبي وأمي يقول لعامله فليكن أحب الذخائر إليك، ذخيرة العمل الصالح، الأعمال الصالحة. كيف تبني بيوتا في قلوب الفقراء؟ هذا هو إمامنا صلوات الله عليه يقول لعامله هذه الكلمات، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحببت وكرهت. فاملك هواك، شنو يعني فاملك هواك؟ يعني امسك هواك، لا يودي بيك هواك يمينا وشمالا. انت كوالي ستصاب بالعجب، وسيجينا ان شاء الله، ستصاب بالغرور، ستصاب بالكبر، بالخيلاء، بالأبهة، بالمخيلة، سمي ما شئت. إبليس يدخل للإنسان. الإمام
بأبي وأمي يقول لمالك: فاملك هواك، امسك هواك، لا تدعه يرتع بك. هوى النفس من أخطر جنود إبليس على الإنسان وبالأخص الوالي. فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحببت وكرهت. فاصل قصير وللحديث تتمة. فاملك هواك يعني امسك هواك، وشح بنفسك عما لا يحل لك. شنو يعني وشح بنفسك عما لا يحل لك؟ الشح هو البخل الشديد، وطبعا يأتي في الحسن ويأتي في القبيح. كيف؟ الشح بالنفس يكون حسن، بينما الشح اللي هو البخل الشديد أو البخل بمال الغير يكون مذموما. لكن هنا الإمام صلوات الله عليه يقول لمالك: وشح بنفسك، ابخل بنفسك بخلا شديدا. عن شنو؟ عن ما لا يحل لك. ارجع وياي إلى الناس: وشح بنفسك عما لا يحل لك، باعتبار أن الشح بالنفس هو مقاتلة الشيطان والهوى. يعني يا مالك شح بنفسك عن الدخول في الخطأ، شح بنفسك عن الدخول في المحرمات، عن كل الأشياء التي لا تحل. شح بنفسك، وشح بنفسك عما لا يحل لك، عن المحرمات، لا تدخل في المحرمات. فإن الشح بالنفس، إذا أنت يا مالك شحيت بنفسك ستنصف نفسك. شوف النص: فإن الشح بالنفس الإنصاف منها، ستنصفها، ستكون تنصف نفسك. فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحببت وكرهت. شنو يعني فيما أحببت وكرهت؟ الإمام علي صلوات الله عليه يقول لعامله: عامل الناس كل حسب لياقته وما يقدموه، لا حسب ما أحببت نفسك وكرهت نفسك. شوف الموضوع شقد دقيق ومهم. مثلاً أنت عندك واحد من الرعية تحبه، تميل إليه، لكن أساء عاقبه. نفس الوقت أنت عندك واحد من الرعية كرهه لموقف معين، لكن أحسن، كن شو تسوي له؟ كن الجازي، كن تحسن له. إذا فعل الوالي هذا الأمر سينصف نفسه. شوف التعبير إيش قد دقيق. فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحببت وكرهت. يعني يا مالك عامل الناس كل حسب لياقته
وما يقدمه من العمل، لا حسب ما أحببت نفسك وكرهت نفسك. ابخل بخلا شديدا بنفسك، لا تدخل في المحرمات، عامل نفسك بإنصاف، انصف نفسك يا مالك، يعني خلص روحك يا مالك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحببت أنت وكرهت، يعني فيما أحبت نفسك وكرهت نفسك. عاملهم حسب ما يقدموه من الأعمال. هكذا هو الإمام علي صلوات الله عليه يعلم واليه وعامله مالك الأشتر النخعي. ولذلك نرجو من كل الذين عندهم قرار من الملوك والسلاطين والحكام فليتعلموا وليأخذوا الدروس والعبر من إمامنا سيد الوصيين، من إمامنا رمز العدالة الإنسانية، من إمامنا رمز السلام، رمز الألفة والمحبة. وهكذا هو عهده بأبي وأمي إلى مالك الأشتر رضوان الله عليه، كله يعلمه كيف يتعامل مع رعيته. يصل الحال الإمام يقول له إن شاء الله تعالى أيضا أمر، ثم احتمل الخرق منهم والعي، وكو يقروها العي، الخرق هذول الحمقى، يجيك فد واحد يعيط عليك انت شنو، انت تنطي من مال ابوك؟ الامام يقول له تحمله، هذا تحمله. ثم احتمل الخرق منهم والعي، وكو يقروها العي بالكسر، عموما ذول اهل التعتعه والتردد بالكلام، تحملهم ونحى عنهم الضيق والانف، الضيق سوء الخلق، والأنف يعني الكبر الاستكبار، نحيه، هاي الأمور ابعدها. هكذا هو الإمام علي صلوات الله عليه يعلم العامل الذي ولاه على مصر مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه كيف يتعامل مع رعيته. والكثير من الأمور التي فيها أصول التعامل مع الرعية في عهده إلى مالك الأشتر رضوان الله عليه، من ضمنها يقول له: ثم الله الله في الطبقة السفلى. هسه واحد يقول لماذا عبر الإمام علي عليه السلام بالطبقة السفلى على الطبقة المسحوقة الفقيرة؟ حاشا لله أن يكون مراد الإمام علي الإهانة لتلك الطبقة، وإنما عبر عنها بالسفلى، وسيجينا إن شاء الله بلحاظ درجة إنتاجها. طبعاً هؤلاء أهل الحرف البسيطة تدري بعد ولا شك إنتاجهم أقل من التجار وذوي الصناعات والأمور الكبيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.